ان شاء الله في هالفيديو راح اخبركم بقصه حصلت لي مع جنيه. هالجنيه كانت تبي تضر شخص، هالشخص قريب مني وعزيز وغالي علي. فهالشخص كان عندها اعراض، الاعراض اللي هو يعاني منها كان صداع وكان وتغير مره واحده، ويحس يعني لما يمشي يحس صداع، الصدمه لما يحط رجله في الارض الصدمه تجي في راسه، مقبول الصداع، فكان في صداع بشكل ما يتصور، ويحس قال يقول لي تشكى لي اعراض، يقول لي احس كان شيء يتحرك بطني، احس بظهري يوجعني، فيحس بالام واعراض متفرقه. فجيت انا وقلت له سوي تمارين طبيعيه للصداع، حس نسبه 20% خف عنه، فعرفت ان الوضع انه ما طبيعي. بعدين جيت وقريت عليه رقيه شرعيه، ابى اشوفه اذا خف عنه وراحت عنه هالاعراض معناته الرجال هذي في شيء. فلما حطيت ايدي وقريت عليه مده ربع ساعه حس وصلت نسبه الشفاء الى 99%. قلت له جيت حس الحين؟ قال يقول لي الصداع اللي فيه كله عنه لما قريت عليه رقيه شرعيه. قلت له جيت حس؟ قال يقول لي ما احس شيء، حاجه خفيفه 1% ما احس بشيء الحمد لله. وراح يمشي ورجع طبيعي. هذا الصبح هذا الكلام، ولما جاء بالعصر بالمغرب وانا شاك في الرجال انه في شيء، قلت له كيف شو تحس الحين؟ قال يقول لي رجع لي مره ثانيه واحس بالم قوي في ظهري، واحس بصداع مكان اللي كان توال عالي منه، واحس كانه شيء يتحرك بطني. قلت له زين تعال بسوي لك ماي وفي سدر، ترى دائما انا انصحكم بالسدر. وقريت على رقيه شرعيه وحطيت ايدي على راسه وجلست اقرا عليه، وانا اقرا عليه يقول لي راح الم الظهر، وانا اقرا عليه يقول لي الالم في بطني راح، وانا اقرا عليه يقول لي في الحمد لله راح الالم لهنا، راح الالم هنا، الباقي الم هنا شوي في راسي. بعدين وانا اقرا عليه بس مجرد ان حاط ايدي واسكب عليه ماي وصدر واقرا عليه قران، ليه ما تشافي تماما، يعني مجرد تقريبا 10 دقائق ربع ساعه راحت عنه هالالام كلها. له اخر بدايه وتم تروح عنه الاعراض الثانيه، بعدين اخر الم اللي هو تم يروح عنه الم الصداع مع الرقية الشرعيه. فانا يا اخواني الهدف من هذا الشيء، وبعدين بالليل بخبركم ايش كيف، يعني انا تعرف انها انا بخبركم انه جني. بعدين كيف عرفت انه جني وهذه؟ لان شوفوا يا اخواني بالليل لما راح قلت له مشي الحين شوف عمرك، قال يقول لي ما فيني شيء، الصداع اللي كان يعاني منه متعبنا يومين كاملات وصداع قوي حاد والام وظهره يعور ظهره كله راح عنه. بالليل حلمت حلم انا. فيا اخوان الحين الهدف من هذا الشيء، بالليل لما نمت انا احلم وحده خدامه تبي تضرب هالانسان العزيز وغالي علي، تبي تضربه بابره فيها دم فاسد في ايده، جيت انا وضربتها على يدها، يعني لا تحقني هنا في ايده في الحلم. هذا في الحلم احلم وحده خدامه سمراء سوداء يعني من كانها افريقيه كذا زين، وتبي تضربه تحقنه بابره وهذه الابره فيها دم فاسد، وجيت انا ضربتها على يدها. فشو تستفيد من هذا الحلم؟ طبعا هذا الاحلام الرؤى مذكوره، هذه رؤيه تعتبر. وهذا الشخص انا قريت عليه القران وتعالج الحمد لله، وهذاك يعني في حد كان يبي يضره، تعرف ان هذا الشيء من الاحلام تستفيد منها. فانا اللي ما يعرف انا عن هالقصه ويمكن اول مره منكم يشوف القصه، طبعا انا منزل عده مقاطع للرقيه الشرعيه عن السحر وعن العين وعن الحسد، وفي ناس يعني عده ناس يعني بل يحب بلعب بعض الاحيان الراغي يحلم او المغري عليه اللي مسوي له رقي هو يحلم الاحلام، فتستفاد من هذه الاحلام ان الانسان لما يتشافى لما يتعافى تستفيد منها كثير. فاتمنى انكم استفدتم من هالقصه، وهل القصه تستفيدون منها في جانب الرقيه الشرعيه. اذا شخص انت تعالج بالقران او الشخص هذاك يعني في مس او في عين او في سحر، فلما يشوف رؤيا يخبر بها الراقي. فاتمنى انكم استفدتم من هالقصه، وهالقصه تستفيدون بها من القران. واللي حاب منكم يتعلم الرقيه الشرعيه انا منزل مقاطع سابقه لعلاج جميع انواع السحر، والرقيه اللي منزل لنا رقيه جدا قويه. اتمنى انكم استفدتم من هالقصه، وشكرا جزيلا لكم على المتابعه.